شو مجنونة انتي؟ شو تفاجأت كتير؟ معناتها كنت متأكد انك رح تخلص مني. جميلة بلا جنان وفكري شوي. هلأ انا صرت مجنونة؟ بس اذا بطلع بكون عاقلة مو هيك؟ وطي صوتك شوي. شو عاد؟ روقي شوي وكوني منطقية. والله شو هيك بدك؟ اتحمل وقاحتك وطلباتك وكون منطقية وفكر بالولاد. وانت تروح تنبر مع هديك الاجنبية؟ طب ليش انت ما فكرت بشي؟ وين كان عقلك بوقتها؟ فهمني. بصة بقى بياتكن هذا بتخربوا لي بيتي. تفاهموا بهدوء وإلا بتطلعوا لبرا. هذا آخر حكي عندك؟ هون أشرف لي. جميلة 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 جميلة. ما فكري بالموضوع. تفضل خديجة سكري الباب. مع السلامة. يا الله منك عن جد مجنونة. جميلة شو كان بدهم منك هلا؟ العامة باينتها فايتة بالحيط. ما ليك المضروبة اجت ونافشة حالها. عادي مو مشكلة. ليش أنا ماني مسجونة؟ قضيت عمري بالسجن. لا تحلموا بهالشيء. شو مجنونة؟ موقع بانت. شوفي جميلة مضايقك؟ شو؟ كأنه محبسك مضايقك ولا تألم بإصبعك كتير يا كابر؟ ها؟ إذا هيك شو ناوية تعملي؟ ولا شي. لكي إذا ما وافقتي بروح عمرك هدر بالسجن. فكري تطلعي مشان ولادك وإلا بتنحرميهم. بموتوا لا يحرموني منهم. وأنا مشان هيك عم بحكي معك. بعرف إنه ما بدك تكسري كرامتك لحدا، بس إذا ضليتي بالسجن بتخسري حريتك وولادك وبتنسحق كرامتك هون، وساعتها رح تندمي وبتموتي طيق. لهيك برأيي تفكري منيح وما تضيعي هالفرصة.